أعزائي المشاهدين اسعد الله اوقاتكم بكل الخير. اليوم بدنا نقول لكم صورة عملية عن تأثير التغير المناخي على مصادر المياه في الأردن. وأكبر دليل على التغيرات المناخية على مصادر المياه في الأردن هو ما نراه هو سد شرحبيل بن حسنة سد زقلاب. هذا السد الواقع في أراضي لواء الكورة بمحافظة إربد والأغوار الشمالية هو مثال حي على انخفاض منسوب المياه في بحيرة السد بسبب التغيرات المناخية حيث نلاحظ أن سعة هذا السد في الأساس كانت أربعة ونصف مليون متر مكعب الآن إحنا اليوم في الرابع من أيلول سبتمبر السد يا يعني بأقصى حالاته في الى 500 الى 750 الف متر مكعب فقط طبعا اسباب كثيره منها اول شيء الينابيع التي تعتمد على سقوط الامطار في الجزء الشرقي من سد زقلاب هاي الامطار خفت اضافه الى ذلك انه كثير من المواسم كانت جافه فمصادر التزويد للينابيع المتجهة من منطقة وادي زقلاب إلى سد زقلاب أو شرحبيب الحسنة أصبحت مصادر قليلة وتعاني من الشح وتعاني من الاستنزاف بسبب التغيرات المناخية ما نلحظه هنا في هذا المكان أن التأثير التغير المناخي واضح بشكل أساسي على بحيرة السد فقد تراجعت بمقدار حوالي 75 في وهذا الموسم <applause> يعتبر من المواسم الجافه وشبه الجافه التي بهذه المنطقه علما بان منطقه التغذيه كميه معدل سقوط الامطار السنوي يتجاوز 400 الى 450 ملم سنويا ان شاء الله ان الموسم القادم يكون افضل بحيث ينتلي هذا السد مما يوفر بيئه خصبه لري المزارعات في وادي الاردن اضافه الى دوره في حمايه البيئه وصون الطبيعه والتنوع الحيوي وشكرا